ووجدت ما يقابلها، لماذا ترفض ما يقابلها؟ يعني بمعنى آخر كونك ترى المستقبل وتأتي عندك في الحلم تشوف أن أنت والله ترقيت بعد أسبوع، والله يا جماعة أنا حلمت أني جاتني ترقية، هم عاد خلنا من هالحكي. بس هذا يحصل ولا ما يحصل يا جماعة؟ طيب لما يحصل ليش نرفضه؟ لا أنا ما قلت أبي أناقش القضية عشان لا تتشعب المسألة، بس نعمل فوكس وندخل. أبي أدلة على أن هذا الكلام يقبل أو لا يقبل. تفضل يا شخص. أنا أقول إذا العقل البشري يعني قدر أن يسمع هذه الأجهزة المتطورة صفقوا الشمس، هذا المنطق العاقل يعني بمعنى ما حصل. بمعنى أننا إذا نحن ندرس الآن ونبتكر أساليب التقاط ويعني التقاط الصور وإرسال الصور، فمن يستطيع أن يرفض الفكرة كمبدأ؟ أنا أتكلم كمبدأ، يعني لماذا نرفض كمبدأ أن يكون العقل البشري أصلاً مهيأ، وخصوصاً أن التجارب عبر التاريخ تؤكد أن الإنسان يحلم بالماضي ويحلم بالمستقبل في النوم، وكذلك هناك أناس وهم في اليقظة أيضا يستطيع أن يتوقعون ويتنبؤون، ونحن نسميها كرامات، والعلم أصلا بدأ يؤكد هذه الظواهر كظواهر وإن كان عاجز عن التفسير. هناك فرق أستاذ عيسى والكلام للجميع، هناك فرق دائما بين الاحتمال وبين إثبات الاحتمال، وهناك فرق بين الحقيقة الواقعة وبين القدرة على إثبات الحقيقة. عندما يعجز العقل البشري عن إثبات حقيقة حاصلة قدامه، مثلا أنا أجي أشوف شخص قادر يشيل صخرة وزنها 1000 كيلو بيد واحدة، هذه حقيقة تعتبر أم ليست حقيقة عندما أراه وأشاهده بعيني وكلنا نشوفه والناس قاعدين يشوفوه ويمسكون الصخرة ويحاولوا يحركونها ما تحرك، تصبح حقيقة ولا غير حقيقة؟ طيب لما أجي أفسر هالحقيقة، لما أجي أضع لها معايير، لما أجي أضع لها مقاييس ولا أستطيع، هل هذا يلغي كون الحقيقة موجودة؟ هذا عجز في قدرتي على تقبل المعلومة وعلى قدرتي على تقبل الحقيقة وليس العكس. وفي هذه الحالة يفترض بي أن أكون في أحد صفين، إما أن أنفي الحقائق لمجرد أني لا أستطيع تفسيرها، أو أن أقبل الحقائق وأقول سيأتي يوم تفسر فيه. طبعا في دراسات بعد ذلك جاءت وقامت عليها، واكتشفوا فيزيائيا بالفيزياء أن هناك ذبذبات ولكنها من نوع جدا بالفوتونز أكثر من الذبذبات العادية، أن هناك ذبذبات تخرج من عقل الإنسان وهناك طاقات وهالات تحيط بجسم الإنسان وهي شفافة ودقيقة ورقيقة وتتأثر بالأفكار وتتأثر بالمشاعر. بحوث كثيرة أثبتت أن هذا الأمر وارد وموجود وحقيقي، ووجدنا ما يثبت هذا الكلام في الدين وفي القرآن وفي الشواهد، والحديث ذو شجون. لكن ما يهمني هنا أن نربط، أن نستمتع بالاكتشاف، ونربط هذه القضايا بقدرتنا نحن كبشر على إحداث التغيير في حياتنا. فعندما يكون للأفكار قدرة على التأثير دون تعليمات ودون كلمات ودون توجيهات ودون أوامر، فأنا أفهم هنا قضية جوهرية جدا، قضية كلنا مرينا فيها، وهي كيف أثر آباءنا فينا وكيف أصبحت حياتنا مليئة بالقدوات التي نتأثر بهم دون أن نعرف كيف تأثرنا بهم. وأعتقد كل واحد فينا في يوم من الأيام وهو صغير تأثر بوالديه بشكل أو بآخر، إيجابا أو سلبا، خيرا أو شرا، المهم أننا تأثرنا بهم دون تعليمات ودون أوامر ودون توجيهات. وهنا قوة الفكرة أو التفكير أو التصورات أو المفاهيم التي يحملها الإنسان. بعضنا
يقرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى وستعرفهم بسيماهم، وستعرفهم بسيماهم، عفوا، ولتعرفنهم بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول، في لحن القول، يعني في الأخطاء اللغوية. بس قبل الأخطاء اللغوية السيما. طيب، هذول المنافقين الذين ستعرفهم بسيماهم تكلموا، قالوا إحنا منافقين، قالوا إحنا غير مؤمنين، صح ولا لا يا جماعة؟ طيب، ظاهرة أنك تقرأ في الشخص، في عيونه، في إشاراته كثير من الأفكار اللي يفكر فيها. إذا كان إنسان بوزيتيف، إذا كان إنسان نيجاتيف، إذا كان إنسان محب، إذا كان إنسان مبغض، إذا كان إنسان صادق، إذا كان إنسان كاذب، هل هذه الظواهر موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. نمارسها في اليوم ولا ما نمارسها؟ إذا كانت هذه الظواهر موجودة، من أين تأتي؟ لا، من أين تنطلق؟ أنت الاستقبال، أنت التي تتفرسي، لكن هي من أين تنطلق؟ من هذا الشخص، من أفكاره. هو يحمل أفكار وإن لم يتحدث عنها، إلا أنك تراها، تحسها، تستشفها وتستشعرها. إذا من هذا المنطلق نستطيع أن نؤكد أن قضية التغيير هي قضية فكر بالدرجة الأولى. تبدأ بتغيير الأفكار، وعندما تتغير الأفكار تتغير المشاعر، وعندما تتغير المشاعر تتغير السلوكيات، ولكنها دوما تبدأ من تغير الأفكار. أعلناها أو لم نعلنها؟ هذه المقدمة ينقصها جزء واحد فقط، أريد أن أستكمله معكم في هذه المقدمة. لا يوجد منطقة وسطى كما قال الشاعر، أيوة، لا يوجد منطقة وسطى بين الجنة والنار. التغيير لا يوجد فيه ثبات، في هذا العالم لا يوجد ثبات. إذا لم تغير أنت فسيقع التغيير، كما أشار الأستاذ حسن قبل قليل. التغيير تيار كوني، تيار عالمي، universal rhythm. لا يمكن لأحد أن يقف أمامه أو يقول أنا لن أتغير. أعطيكم مثال بسيط في حياتنا الصحية. أنا رياضي، ألعب كل يوم، أركض 10 كيلو. طبعا في هذه الحالة لياقتي ترتفع، صحتي، الأجهزة الحيوية لدي تصبح قادرة على الأداء والعمل، القلب، الكلى، الكبد، النشاط، حرق الدهون إلى آخره، على أعلى مستوى. إذا هذا رقم واحد. لكن تعالوا خليني أتوقف لمدة أسبوع عن الركض اللي كنت متعود عليه. أنا الآن لا أصعد إلى أعلى، ولكني أنزل إلى تحت. طب ليش ما أثبت؟ لأن في الحياة لا يوجد ثبات. فإن لم تتحرك أنت باتجاه التغيير فيجذبك التغيير إلى حيث لا تريد. اصنع حياتك، غير حياتك، ابدأ أنت في صناعة صحتك. صحتك إذا ما غيرتها هي اللي بتغيرك، بس مش في الاتجاه اللي تبيه. اصنع علاقاتك بس في الاتجاه اللي تقرره قبل أن تأخذك إلى أسفل. ما ينفع تكون الناس اللي تبي تتواصل وتبي تحب الناس وتبي الناس يحبونك وتبي تتواصل مع الناس وانت ساكت وقاعد، لا ترسل مسجات ولا تتصل ولا تتكلم ولا ترسل إيميلات ولا، ما يمكن. العلاقات تهبط، سنة كونية. إذا في الصحة، في الفكر، أنا كل يوم أقرأ 10-20 صفحة أقرأ كل يوم. توقف عن القراءة، لن تبقى بنفس الثقافة، لن تبقى بنفس الذكاء، لن تبقى بنفس القدرات الذهنية التي كنت تتمتع فيها قبل أسبوع أو قبل أسبوعين. عقلك لن يتوقف بل سينكمش. كذلك في الجانب النفسي، عندما تطور نفسك نفسيا، بمعنى مثلا خلينا نقول أنك قادر على السيطرة على انفعالاتك. أنا حضرت دورة في كيف تتحكم في مشاعرك، وبدأت أطبق التدريبات والتطبيقات التي تتعلق بهذه الدورة. لاحظت، وبعد ذلك نجحت وقطعت شوط كبير في السيطرة على مشاعري. بعد ذلك قلت
خلاص كذا أنا ممتاز، أنا رائع، ما أحتاج أبذل أي جهود أخرى في تطوير هذه القدرة على السيطرة على مشاعر. خلال أيام وربما ساعات ستكتشف أنك بدأت تتراجع للخلف. إذن لا يوجد ثبات في الحقيقة، التغيير إما أن تذهب به أو هو يذهب بك، فإن ذهبت به فأنت في الغالب في الطريق الذي تختاره أنت، وإن ذهب بك ففي الغالب في الطريق الذي لن يكون لك فيه اختيار. في سؤال أستاذ حسن؟ تنزل ما في خط وصل. نعم. أنا أعطيك مثال بتربيتي لأولادي حوالي تقريبا، بس بدرا هذا المثال يؤكد أو ينفي؟ لا، هذا المثال يؤكد بأنه ممكن يكون في استقرار أو ثبات في أوكي، ينفي إلى الأعلى ولا هبوط إلى الأعلى. إذا ينفي، أوكي أسمعك تفضل. لا، هو ينفي الفكرة، بس يعني ممكن يكون خط وصل، يعني استقرار في أسلوب التربوي كما هو منذ 20 سنة. أوه. لم يتغير والحال من أحسن ما يكون. أوكي. فأعتقد أنه ممكن يكون في استقرار. طيب. سؤال أنت تتكلم بس واحد عشان خلص لا نضرب كل الأمثلة. مثال واحد، أنت تتكلم عن استقرار أسلوبك التربوي في تربية أبنائك، صحيح؟ ماذا كم أكبر أبنائك؟ كم عمره؟ 20 سنة. كم كنت تعطيه مصروف يومي قبل 20 سنة؟ لا مش احتياجاته. قبل 20 سنة كان راحة ابتدائية، صحيح؟ لاحظوا يا جماعة، لما راحة ابتدائية كم كنت أعطيه مبلغ يومي كمصروف قبل 20 سنة، قبل 16 سنة؟ 300 فلس. الآن ابنك لو راحة ابتدائية الآن كم تعطيه؟ أوكي، حصل اختلاف في طريقتك ولا لا؟ ايش تسمي؟ طبيعة الحال ولا 20 سنة تختلف عن طبيعة الحال. وانت اختلفت معه ولا ما اختلفت؟ لا، انا ماشي وفق متطلبات الحياة. يعني انت ثابت ولا متغير؟ لاحظت؟ لا يمكن ان تبقى انت كما انت. انا بس اخترت المبادئ هي ثابتة. حتى احنا بالنسبه لنا احنا متفقين ان المبادئ الكونيه، يعني لا يمكن نجي نقول لا تربي ابنائك على الصدق لانه الزمن تغير. احنا تكلمنا قلنا المبادئ الكونيه لا يمكن، القوانين الكونيه لا يمكن ان نتلاعب بها، ولكن قضيتنا ليست اننا نتكلم هنا عن المبادئ، المبادئ ثبتت وانتهت، سنن الهيه، لكننا نتكلم هنا عن الأدوات والأساليب. التغيير دوما يطال الأدوات والأساليب ولا يطال القوانين الكونية الثابتة، وكل ما نفعل في حياتنا اليومية هي أساليب وأدوات. تفضل. المبادئ والقيم تتغير. أعطيني مثال. كيفية تربية الأبناء أو نشأة الأبناء معك؟ أنا قلت القرن السابق. نعم. كانت تكون على أسس ومواد معينة يرسمها الزوج والزوجة للأبناء. أوكي. تبقى المتغيرات الموجودة ذاك الوقت. مع اختلاف الزمن، مع اختلاف التطور التكنولوجي. بس أنت ما جبت مثال حتى الآن، أنت الآن تعمم لكن لم تذكر ما هو المبدأ الذي اختلف بين القرن السابق والقرن الحالي. نريد تحديد حتى نستطيع أن نصل إلى استنتاجات صحيحة، نعود أنفسنا على التحديد الدقيق. مثال. كان الطفل أو الشاب في الحقبة الزمنية قبل السبعينات، كان إنه يتأخر عن بيت العيلة اللي هي الساعة 8 ولا الساعة 7 كان بالنسبة له جور. جميل. تمام. جميل. وهي كانت قيم. نعم. مبدأ. الوضع تغير. يعني خلنا بعدين نتفق إذا كانت قيم ومبادئ أم ليست كذلك. بعدين نتفق.